مشاهدينا الكرام، فضل لحظات بعد المتهمين قضية اعتداء على حافلة السياح في قبضة الأمن. ثلاثة ديال القاصرين راه عندهم في داخل السيارة الآن، يعني كنتسناو غير التعرف والرجوع للكاميرات. كما كتلاحظوا احد المتهمين في القضية، اما الرابع طلعوا للسيارة. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من شارع مولاي يوسف، القبض فضل لحظات على المعتدين على الحافلة ديال السياح. يعني برافو رجال الامن، كما كتلاحظوا جابوا الشخص الرابع اللي كان معهم. حاولوا رفعوا رجال الامن، يعني في بعض اللحظات كيتم نقل الجنات الى مصلحة الديمومة. أربعة قاصرين اعتدوا على حافلة نقل السياح، وفي اللحظات كيتم نقل ديالهم إلى مصلحة الديمومة. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من شارع مولاي يوسف، في اللحظات كيتم نقل المتهمين قضية الرشق بالحجارة على سيارة تابعة للسياح. يعني حشومة وعيب وعار، البلاد يلا خرجت من أزمة، غادي تكملوا عليها هذا الشيء اللي وقع في شارع مولاي يوسف. يعني مشاهد خطيرة، بعض اللحظات كيتم نقل الجنات إلى مصلحة الديمومة. أربعة ديال الأشخاص، الرابع هو اللي شفتو من يطلعوا الأخير. مشاهدينا الكرام، وقت وجيز تم القبض على الجنات ويتم نقل بعض اللحظات الى مصلحة الديمومة. ولكن سائق السيارة هو اللي عليه الفيلم، اللي تعرضت الحافلة للاعتداء، هرب السياح وداهم حطهم في المكان ديالهم ورجع. يعني ملي ترشقت الحافلة بحجر ما وقفش، هرب تبارك الله عليه ورجع للمكان ودار المعاينة للحافلة. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم شارع يوسف، في هذه اللحظات كيتم نقل الجنات اللي خربوا سيارة تابعة للسياح، حافلة كبيرة مشمولة بالحجارة وبالهروات. لاحظوا البق مزهق، يعني دقائق قليلة وتم القبض على الجنات اللي عرضوا حياة بعض السياح إلى الخطر، يعني باش تهرس حافلة ديال السياح وتركب في مراب. يعني خاصك تشوف، يعني تاخذ زعما يتعاقبوا عقاب شديد. مشاهدينا الكرام، المتهمين في تحقيق
حافلة تابعة للسياح. الطوموبيل يعني مشاهدينا الكرام، يعني تم نقل هذه الجونات الى مصلحة أربعة قاصرين تعرضوا لحافلة ديال السياح في شارع مولاي يوسف وداروا فيها مبغاو وقت قليل شدوهم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.